سلام معكم مروان بشار. فيديو جديد. هذا الفيديو غادي يكون بعيد على الفيديوهات البنكيه، واللي غادي نبارطاجي معكم واحد الهمزه او واحد الهوته الاخوان كما كنقولوا حنا بالدارجه بالنسبه للمغاربه. غنعطيكم واحد البلان اللي غادي تشكروني عليها الاخوان، واللي غادي يفيدكم بزاف عشاق السفر او التريب او اللي باغي يجرب اكسبيريونس جديده، باغي يجرب فلايت في الطياره. غادي نعطيكم احسن بلان الاخوان كما شفتوا في العنوان والمينياتور. سافرت من فاس لاكادير بالبي ديال 4 درهم مع العربيه الطيران، يعني كنقولوا بي ب 4 درهم، ماشي هي 50 درهم، ماشي هي 60 درهم، ماشي هي 70 درهم، لان هادو بزاف الناس كيجيو بهم من اوروبا ب 7 اورو 8 اورو 5 اورو، ولكن فاش كنقولوا 4 درهم فراه 0.37 اورو، دونك 4 دراهم الاخوان. ما كاينش شي مغربي غيكون قبل مني مشى بهذا الثمن، اول مغربي واقيلا غادي يكون مشى بهذا الثمن هو انا، لان قلبت ما لقيتش شي واحد الاخوان زعما مشى بهذا البخي هذا. وهذا البلان هذا الاخوان غادي نبارطاجي معكم من احتر زيد، نوريكم كيفاش حجزت وشحال قطعوا لي، ونوريكم حتى من البنكه شحال تهزت لي هاد الفلوس. يعني هادشي كامل غادي يكون في هذا الفيديو هذا. وبالنسبه للناس اللي متبعيني في انستغرام راهم عارفين كلشي الاخوان، يعني كنبارطاجي معكم لي ستوري كتشوفوا كلشي. وبالنسبه اللي باقي ما عنديش في انستغرام، دخل عندي الانستغرام، ها هو الكونت ديالي اتسمي بشار بالفيريفي، هذا هو الحساب ديالي الاخوان. غادي تلقاو لي ستوري كلها كنحط، غير ضمني ما حطيتش الاخوان باش ندير لكم فيديو. هنا الاخوان كنحط اي حاجه، يعني اي حاجه على غفله غادي تلقاوها هنايا عكس القناه. القناه ضروري خصني نحط فيديو، وهذا الشيء ماشي ضروري بالنسبه ليا انايا، لانني كنبغي نخلي القناه خاصه بالشروحات، ما كنبغيش ندخل فيها شورت فيديو غير هكاك اولا فيديوهات عبثا، كنبغي نحط فيها داك الشيء يكون نقي، يعني محتوى هادف. دونك الاخوان اللي باقي ما عنديش في انستغرام يدخل عندي، انا نخلي لكم اللين في ديسكريبسيون. وقبل ما نبدا الفيديو دا نشرح لكم كيفاش خديت البيي ب 4 دراهم، ونعطيكم كيفاش تاخذوا لي بيي، وغادي نجربوا دابا نحجزوا واحد البيي اخرى، وغادي نشوفوا شحال تبقى لينا اولا شحال ينقصوا لينا. غادي نبغي نبريزونتي لكم الصديق ديالي خويا عادل، كما كتشوفوا هو هذا الكونت ديالو. الصديق ديالي كيخدم جميع الخدمات الخاصه بجمع الملف ديال التاشيره، حجز يعني مواعيد التاشيره ديال اي دوله بغيتوا الاخوان، يعني يقطع لكم بيي ديال الطياره لاي دوله بغيتوا بارخص ثمن، لقيتوها ب 300 الاورو يقدر يلقى لكم هو اقل من داك 300 الاورو الاخوان. بغيتو فقط بيي ديال الطياره باش دوزو يعني في الايروبورت مثلا الروتور يكون فقط يعني وهمي كما كنقولوا، يقدر يصوبو ليكم. بغيتو لوطيل، يعني اي حاجه الاخوان كيقدمها خويا عادل. انا ديجا تعاملت مع الاخوان، حجز لي رونديفو ديال فرنسا ديال الفيزا ديال فرنسا الاخوان، جمع معايا الدوسي من احتا زيد، عاوني في كل شيء الاخوان، يعني حتى من الترويج ديال الكونت عطاني استراتيجي باش قديت كل شيء الاخوان، يعني وقف معايا من احتا زيد. وباش ما نطولش عليكم الاخوان في هذا الفيديو، بالنسبه للناس اللي باغيين هذه الخدمات هادو، اللي عنده الغرض بهاد التاشيرات ولا شي حاجه يصيفط ليه ميساج يقول له جينا عند مروان بشار، فراه اوتوماتيكمون غادي يعطيكم واحد البخيل اللي خصيصا ليكم الاخوان، لانكم جيتوا من عندي. اي واحد انتيغيسي بغى يسافر، بغى شي سفريه في المغرب شي حاجه، يقطع ليكم بي كما قلت لكم بارخص الاثمنه، فقط قولوا له جينا عند مروان بشار. ودابا غادي ندوزو الاخوان نشرحوا البلان ديال 4 دراهمات الاخوان اللي مازال الناس ما متيقاش. كما قلت لكم غادي نوريكم حتى لي ستوري في اكادير، نوريكم حتى البيي شحال قطعتها كلشي. اول حاجه غادي نبداو بالتطبيق اللي حجزت منه البيي انايا، واللي هو اوبودو. فوالا التطبيق هو هذا الاخوان. التطبيق كيعطيك واحد تقريبا واحد 270 اورو تقدر انك تستافد من لي كوبون ديالها. هاد لي كوبون كتقدر انك تستغلهم في شي فلايت بغيتي انت مثلا، شي رحله داخليه او خارجيه، وكيعطيك ديك لي كوبون مقسمين لكل دوله، وكيعطيك واحد الكوبون خاص بالرحلات الداخليه. ديك الرحلات الداخليه تقدر انك تستغلها انت وتسافر في المغرب. انا غادي نوريكم التريب ديالي اللي درت انايا، ونوريكم كلشي. هنا جينا الماي تريب كما شفتوا، هنا كنجيو الباس تريب يعني اللي دازو. فوالا كما كتشوفوا ريزيرفيت هنايا نهار 26 في شهر 7 باش نسافر لاكادير. كما كتشوفوا هنايا ها هي ساعه وربع اللي عندي انايا. مور ديتاي هنا كيعطيكم فقط يعني الريفيرونس ديال البوكينغ وداك الشيء، حنا ما غاديش ندخلوا لهادشي، غادي نجيو نديرو بوكينغ ديتاي. هو الاخر 0.37 اورو، دونك قطعت بيه ب 0.37 اورو. هاد البلان هذا ما دخلت حتى شي واحد لدماغه الاخوان، كاين اللي جا ما كاينش كاع القضيه، ولكن نزيد ناكد لكم من البنكه شحال قطعوا لي. وحتى في البنكة الاخوان كما كتشوفوا ناقص 0.37 اورو، ها هي من الموقع ديال اوبودو. كما شفتوا نهار 9 في شهر 6 فاش قطعت هاد البيي هادي، وانا مشيت حتى 26/7.
الوقت واخا تقولوا لي راه الوقت زعما بعيد، واخا تقلبوا بشهرين قبل راكم ما تلقاوش بهذا الثمن الاخوان، 4 دراهم راه ما كايناش. يعني دابا شفنا وتاكدنا على انني قطعت بيه ب 4 دراهم الاخوان. هذا البران هذا يعني تقدروا انكم تستغلوه حتى نتوما، وتقدروا انكم تقطعوا بيه في رحله داخليه او خارجيه بواحد الثمن اللي بسيط. دابا غادي نعطيكم واحد البلان تقدروا انكم تجربوه نتوما، راه غادي يخدم لكم ان شاء الله كيفاش تطيحوا على ارخص بيه. من بعد ما مشيت ب 4 دراهم غادي نشوف بيه اخرى للمدينه ديال الداخله الاخوان، من فاس حتى للداخله بيه ديال الطياره مع العربيه، غادي نشوفوا بشحال غادي تبقى لينا. فوالا، من بعد ما كنرجعوا لتطبيق اوبودو كنجيو لهنا الواليت لتحت. هنا والد كتعطيكم لي كوبون، هاد لي كوبون تقدروا انكم كل كوبون عنده دوله، مثلا هذا ب 5 اورو فلايت تو ايطالي يعني لطاليا، يعني هذا خص تكون ينقصكم 5 اورو في بي دايره 200 اورو. فهمت الكونسيبت ديال هاد التطبيق كي داير؟ هنايا هذه اليونان 5 اورو في 150 اورو، يعني الا كانت البي دايره 150 اورو غينقصكم 5 اورو. هنا بي المغرب هذه صالحه في الرحلات الداخليه، الا كانت البي ساويه 1200 درهم غادي ينقصوا لكم 300 درهم. يعني هذا الكود هذا هو هذا كتستعملوه فاش كتجيو تحجزوا. انا غادي نوريكم كلشي الاخوان. وهنايا كما كتشوفوا الميريكان الا كانت البي ساويه 200 اورو كينقصوا لكم 5 اورو. هنا بي المالي والمصر والتايلاند الا كانت البي دايره 300 اورو كينقصوا لكم 60 اورو. هنايا بي القطر الا كانت دايره 360 اورو غينقصوا لكم 110 اورو. دونك الاخوان واحد الهوته اللي واعره، تخيلوا معايا قطر تمشي لها انت 260 اورو، راه ما كايناش الاخوان هاد البي نهائيا، راه ما تلقاوهاش. وهنايا هذه اللي خدمت بها انايا ديال 60 اورو، وكاينه هذه الاخرى حتى هي اللي غادي نخدموا بها دابا. الا كانت البي ساويه 80 اورو كينقصوا لكم 30 اورو، يعني ينقصوا لنا 300 درهم من 800 درهم. حنا غادي ناخذوا هذا الكود هذا، يعني انا نستغل هذا الكوبون هذا لان البي ديال فاس الداخله غاليه شويه، يعني تكون فايته 80 اورو، دونك غادي ابليك عليها هذا الكود هذا. غادي نجيو للريشيرش، كتجيو كتكليكيو على فلايت هنايا، كنديرو كانسل، هنايا كنديرو فاس، وهنا غادي نديرو الداخله، كنديرو كانسل ما نعطيوش لوكاليزاسيون ديالنا. هنا غادي نديرو وان واي، يعني فقط المشيه ما غاديش نديرو الرجعه. داكوغ، من بعد ما كنديرو لوريجين المدينة منين نمشيو والديستيناسيون المدينة اللي نمشيو، هنا كنختارو لا دات، كنديرو 28/8. هنايا كنديرو اولي فلايت ديريكت، يعني باش يعطينا لي فول ديريكت، يعني ما نكاسيوش في شي مدينة، ولكن الا اضطرينا لاننا غادي نديرو اسكال هانية ماشي مشكل. المهم خصنا حنايا تابليكا الكوبون في هاد الفول هذا، غادي نديرو سيرش فلايت. فوالا، هو عطانا فول تساوي 115 الاورو اللي هي 1150 درهم، يعني 1150 درهم كنظن غادي تابليك عليه هذا الكوبون هذا، لان الفول فايت 80 اورو. غادي نكليكيو على الفول، فوالا كما كتشوفوا هنايا، يعني كيعطيوكم حتى لي سكال فين يكون عندكم. هنايا من فاس سايس للمناره مراكش، يعني نمشيو من هنا لمراكش ونجلسو 40 دقيقه ستوب، ومن بعد غادي نمشيو من المناره مراكش للداخله، دونك غادي يكون عندنا اسكال في 40 دقيقه في مراكش هانيه، ماشي مشكل نديرو كونتيني لانه لي سكال خفيف يعني في 40 دقيقه. هنايا ما كديروا والو، كتهبطوا لتحت كديروا باسيك، يعني ما تختاروا حتى شي حاجه لان نتوما ما تحتاجوش هادشي. هنا المعلومات الشخصيه غادي تعمروا هاد المعلومات ديالكم، كديروا السميه والكنيه وداكشي. فوالا، هنايا مهمه بالنسبه ليا هاد الخطوه هادي، ديما فاش يعطيوكم تختاروا المقعد ديالكم راكم ما تخلصوا عليه ثمن اخر. كما كتشوفوا دابا ملي نجي انا نختار هذا 13 اورو، ولكن الا حيدتو درت سكيب فلايت نقول لهم كونفيرم، يعني تتعطوني نتوما بلاصه عشوائيه في لونجيسترومون في المطار. يعني باش ما تخلصوش البلاصه ديالكم دائما خليوها يعني خاويه، تديروا لونجيسترومون يعطيكم هما باغ ديفو كرسي، تقدر تجيو في الواسط، تقدر تجيو حدا السرجم، تقدروا تجيو يعني في الجنب ديال الكولوار. هنا غادي نديرو كونتيني، هنايا عاوتاني غادي نهبطو لتحت، ما غاديش نختارو شي حاجه اخرى، غادي نديرو باسيك، يعني حنا عندنا الغرض طاح لينا بارخص تيك. فوالا، كنوصلوا لاخر مرحله وليا ديال الدفع بعد ما كنعمروا المعلومات ديالنا وكلشي. كما كتشوفوا هنايا ممكن انكم تخلصوا بجوجل باي، وممكن انكم تخلصوا بلاكارت ديالكم. حنايا غادي نجيو لهنا اديت ا برومو كود، كنجيو وكنديروا كولي داك الكود اللي درنا قبيله اللي خديناه. فوالا، ركزوا معايا الاخوان، نشوفوا شحال بعد البي دابا. البي الاخوان دايره 115 الاورو، عقلوا معايا 115 الاورو. بعد ما غادي نديروا فاليدي، فوالا من بعد ما ابليكينا الكود تقبل، ها هو كما كتشوفوا البي كان دايره 115، هي ولات فقط 85 اورو، دونك غادي نشوفوا شحال نقصوا لنا. فوالا، كما كتشوفوا البي كانت تكون عندنا ب 125، هما ديجا عطاوني ديسكاونت ديال 39 اورو على حساب عندي هذا الكونت هذا برايم، ودابا فاش ابليكيت الكود عطاوني ناقص 30، طاحت علينا البي ب 85 اورو الاخوان. هذه الطريقه باش تقدروا على انكم تطيحوا على ارخص ليفل كما شفتوا دابا بعينيكم الاخوان، هو لو كود
اللي درنا ها هما نقصنا 30 اورو، دونك عندنا واحد البيل اللي واعره دابا للداخله هتهبطو ب 850 درهم، فراه رخيصه الاخوان، رخيصه على الترونسبور الا جيتو تهبطو في الكار وما غاديش توصلوا بهذا الثمن هذا، غادي توصلوا بكثر، غير من فاس للعيون كتوصل تقريبا الاخوان حتى 600 650، وفقت يعني كما كنقولوا السفريات غتقدروا تمشيو حتى ب 700 درهم، دونك هذه راه رخيصه حتى للداخله الاخوان، وغتمشيو مع العربيه. وغيكون عندنا اسكال 40 دقيقة في مراكش، يعني تشوفوا ايروبور جديد، تشوفوا بلان جديدة الاخوان، يعني هذه هي الطريقة الوحيدة اللي كنقدر انني نريزيرفي بها بارخص الاثمنة. نتمنى يكون هذا البلان هذا غادي يفيدكم الاخوان وتستعملوه شخصيا نتوما باش تسافروا وتجولوا شي شوية دمتم مسافرين. وقبل ما نسالي هذا الفيديو الاخوان، بغيت نوريكم لي تيكي اللي قطعت انايا اللي مشيت بها ب 0.37 اورو، ها هي باش نثبت على كما كنقولوا نثبت على راسي شي حاجه الاخوان. ها هما لي ستوري في انستغرام اللي حطيت، ها هي دي الصباح اللي غادي نمشي انايا فاش خديت البوردينغ باس ديالي، ها هي كما شفتوا حطيت لهم كلشي، ها هي الاخوان السفيره دازت يعني كما كنقول لكم داكشي يا سلام. وحتى في الهوستل الاخوان خديت هوستل بثمن زوين، فيه فطور فابور، داكشي واعره الاخوان، يعني السفيره دازت ما نقولش لكم 3 ايام ديال الملوك، داكشي واعره الاخوان في احسن بلاصه في تغازوت، كضرب ما الا الدواء طاب الاخوان في داك البلايص، يعني كيطيح عليكم شي فول اللي واعر كما شفتوا هنا هنا في تغازوت الاخوان، هنايا في لا بلاج ديال تغازوت، يعني الاخوان داكشي واعر. ها هي الروتور الاخوان، كان عندي فول من المطار ديال المسيره لفاس كما كتشوفوا مع رايانير، قطعت بارخص الثمن ب 187 درهم. ها نتوما الاخوان، يعني كنعطيكم لي ديتاي، ها نتوما ها هي توصلت لفاس الاخوان انا في الايروبور ديال فاس 6. حتى لهنا متابعينا الكرام غادي نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو، هذا نتمنى نكون قدمت لكم هذه المعلومه فوقتها، ونتمنى نكون جبت لكم شي حاجه اللي جديده عليكم، شي حاجه اللي تقدر تفيدكم الاخوان باش نتوما تسافروا ان شاء الله، باش نتوما تعيشوا داك الاكسبيريونس ديال الطياره، تشوفوا بزاف البلانات كاين اللي ما عمرو ركب في الطياره يقدر يجرب بارخص الاثمنه. انا عطيتكم كلشي الاخوان، ما كنبخلش عليكم شي حاجه، كنعطيكم شي حاجه مازال ما تحرقاتش، تقدروا انكم تستغلوها نتوما شفتوا بعينكم دابا بي غادي نقطعها للداخله 85 اورو، دونك استغلوا الهوته محدا كاينه الاخوان، استغلوها وما تحاولوش انكم تبقاو هي كتجمعوا في الفلوس، سافروا عيشوا اللحظه، والفلوس راه كتجمع مع الوقت وتقدروا انكم تحققوا اي حاجه، فقط سافروا وعيشوا اللحظه ديالكم الاخوان. وقبل ما نسالي هذا الفيديو ديال الاخوان، ما تنساوش تخليوا لي لايك اللي هي اعجاب اللي كتخليني نعرف على ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، باش انا كنتحمس ندير لكم فيديو القادم ان شاء الله يكون افضل. اما سبسكرايب اللي هي اشتراك كتخليني نتاكد على انكم انتريسي بهذا المحتوى هذا، وكنحاول نطور راسي ومره اخرى ندير لكم ديفول ونجيب لكم دي فيديو جداد ان شاء الله. كان معكم مروان بشار، نتلاقاو في فيديو جديد.